يا رب دخلك يا الله يا رب ستر. لا اله الا الله. يا رب رحمتك يا بو. سويتها صدق وغرقتنا يمه يمه. هذا هاي المزاريب ما تلحق، مثل المرازيب ما ادري شو اسمها. شوفوا ما صلى على محمد وفارس وطارش. هسه هاي الرصينه شفناها، ننتظر بعد المطور نشوفه شلونه. بيت مالنا فاض وهسه كله. شوف هاي وين اروح وين اخذ هالشي انا والجهاز والقران، حتى خاف من الكهرباء راح اطلق علينا الشح. هذا الباب مالي، هذا الضيم. هاي الحمد لله والشكر على كل حال. هاي باع المطر يعني ما شاء الله، اللهم زيد وبارك. نقول الحمد لله والشكر على كل حال. هاي بعد إرادة رب العالمين، ما نقدر يعني نحشي ونعترض عليها، بس الصراحة مضريت حيل أنا وجهالي. البيت ناصي وتأذيتوا، هذا البيت خطي الباحة هم شالوا يعني تدشينوا قبل يوم شالوا، والغراب خطي بالكع كلها الأجهزة والهات كلها فايض، ما يدرون هسه المفاجأة المرمومة لهم. الباحة اللي احنا نسوي بهاي المجاري عاوز نخلي المي ما يفيض، بس للأسف يعني غراب المحل والضيم كله راح. الله يكفيكم، أكبر غلطة سويتها إني رجعت بهاي الخرابة. قلت بس هيدا اخلص من الاجار. هاي الناس مرتاحة قاعدة بالبيوت، شو حازينة بس على هالعيشة هاي القشرة، على العيشة هاي عندها محل عندها ضيم. الله كمان خلص وعلى هذا خا 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 على التفر الله غرفتنا عمليات خا 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 طبعا مو مطر، هاي مجاري طاقة على الوادي. هذا الممر، هذا الاستشارية، الاستشارية با هذا الدول، هذا دول جديد مستقبل دانوي. با هاي الناس المعقلة، الناس الشياب، الناس ما تقدر تطوف، هاي كلها تشفط ما تعرف الكهرباء. واو هاي شو بدنا بهاي العالم؟ طبعا مجاري هاي طاقه مو مطر، ضياء. ما نوصيكم، الكل تنشر في بيتي، في المنزل، في منزل الجميل، في الفيضان الجميل،
عاوزنا بس النارات ونصيد قبل باع الوضعيه شلون تعبانه. كافي نشر، كافي نصور الفيضان، نصور بيتكم انهجمت بيوتنا، والله يهجم على عنادكم. بس احنا منطقتنا ما غرقت، الف الحمد لله والشكر. انا طب المعد المي طيب، هاي البزوله هم محصورة جاش مداد. تعاي تعاي نعطيه مدادات خطية. صدق كذي بتدللين علينا، صح غرقانين بس الدنيا ما تنقطع. كل من خير ما عيرك. شباب عذرونا وعلى اهل البلديات، نسينا البور مفتوح بالقران. آسفين شباب، آسفين، نعتذر. احنا حاليا قبال محكمة الكرادة، هاي الفيضانات لا اكو بلدية ولا اكو اي شيء طبعا. زين يعني قسم البلدي وينه ما جايبته. هاي قسم محكمة الكرادة، هاي الشوارع حاليا يعني بكان مهم، محكمة مال كرادة زائد المستشفى الواسطي زائد المستشفى العلوية للولادة، يعني ما جاي يفتهم وين الخدمات، ما جاي يعرف. زين وبشارع الجوازات شوية مي 10 سيارات واقفات، 10 سيارات الله شاهد الصبح او عليهن سحب الماي، كون المستشفيات اهلية هناك. زين مع الاسف احنا حاليا عام 2024، هاي اول مطري. زين نقول مع الاسف. ليش هيك الخدمات وينها؟ البلديه وينها؟ مليارات جاي يصرفون ما جاي يفتهم، يعني امتى يجون؟ يعني بكان مهم محكمه زين ومستشفيات، ومع الاسف الشديد نقول هاي السيارات وهذا الوضع الحالي اللي يقول احنا داخلين ما ادري وين. زين يعني بكانات مهمه، قيادة شرطة الرصافة زاد المحكمة زاد المستشفيات، يعني دور البلدية ما له أي دور. أمانة بغداد أي دور بهذا الشارع ماكو، حتى تبليط هو ماكو بالأساس بهذا الشارع. نقول الحمد لله وشكر وشكرا.